النهارده انا بتشرف جدا ان انا موجوده معاكم هنا في مدينه الجونه الجميله المحببه جدا لقلبي، لكن احنا ما نقدرش نبتدي المهرجان بتاعنا قبل ما نقول على الحدث المؤسف اللي حصل النهارده الصبح. حريقه صغيره واتطفت واتلمت الحمد لله بدون خسائر، بس عايزين نطمن باشمهندس سميح اللي شكلها ما كانتش صغيره قوي ولا حاجه، سمعت كلام. فمن فضلك يا باشمهندس لو تقدر تطمننا. صغيرة الميكروفون اشتغل. انا بضحك بس من كلمة صغيرة، انا شخصيا ما شفتش حريقة كبيرة كده في حياتي يعني. بس هو اللي كويس ان هي الحمد لله جت في المنطقة بتاعت الركن بتاع المنطقة اللي هيبقى فيها الاحتفال بعد المهرجان، فعاليات المهرجان، وربنا ستر ان ما حصلش حاجة في المكان الاساسي اللي هو فيه السينما بتاعت العرض والكراسي والكاميرات وكل السماعات وكده. يعني هو اللي هيتضرروا، بس الفي اي بي هيضطروا يقعدوا على نفس الليفل مع باقي الناس، فيعني متهيأليش ان دي مشكله كبيره يعني. انما غير كده الشباب عندنا الحمد لله كله يعني قام بالواجب وزياده، والحمد لله كمان ان يعني بجد امن الغردقه مدير الامن بنفسه جه وبعت لنا كل عربيات المطافي المتاحه، واتلم الموضوع في يعني فترة وجيزة، ولو حد معدي دلوقتي هيلاقي السقالات معمولة عشان ان شاء الله وده استحالة طبعا، بس يعني لو حد ما شافش حاجة على السوشيال ميديا هيجي بكرة مش هيعرف ان كان في حريقة ان شاء الله. ان شاء الله فبطمنكم لكل تمام. الحمد لله. عايزين نشكر كل اللي ساعدونا على اطفاء الحريق واحتواء الموقف، شكرا للحماية المدنية بالبحر الاحمر، شكرا لمديرية أمن البحر الأحمر، وشكرا للسادة النيابة العامة المتمثلة في النائب العام. مرسي جدا، وأنا من العمل معاكم جميعا فترة طويلة بدل ما حصلش أي خسائر في الأرواح، كله ملموم الحمد لله. لا أنا حتى لما قالوا لي لا ما حصلش حاجة خالص وحاجات بسيطة وكله تمام قلقت، فرحت بنفسي المستشفى عشان أطمن إن مش مجرد حد بيطمني يعني. والحمد لله فعلا كلها يعني كلهم كويسين وكل سلمت عليهم كلهم صحصحين وبياخدوا دوز اكسجين كده عشان يعوضوا الدخان اللي خدوه، وان شاء الله كلهم هيكونوا يروحوا يا بيروحوا دلوقتي الحمد لله.